السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا وسهلا من جديد معكم يا أبو محمد من قناة وي نو كونكر. شكرا لزميلي أحمد بصراحة إن هو خلاني أعمل فيديو جديد بالوريور. في البداية كده يا جماعة، إحنا قلنا في الفيديو اللي فات إن أفضل حاجة للوريور هي الأسيريال، تمام؟ لو أنت لابس سايز أو شيلد، طبعا لو أنت مش معاك سكابتر. طب دلوقتي الوضع اتغير تماما. في البداية ما تنساش تشترك في الفيديو، الاشتراك في القناة ما تفزش الجرس، وكمان تتابعنا على قناة التليجرام هتلاقي رابطها في الوصف. حلو خالص، حلو خالص. يلا بينا بقى نعرف ايه افضل حاجة للوريور مع السيستم الجديد، هل هي السايز ولا السكابتر. في البداية كده يا جماعة هتلاقي فيديو نزلته قبل كده بتكلم على سكيلنت الايرون شيرد لما كنت لابس سكابتر وشيلد. فاكرينها لما انا كنتش بموت لان كنت باخد 4 اضعاف الديفنس. ايوه حرفيا باخد 4 اضعاف الديفنس. هتلاقي الروابط بتاعت الورير دي كلها في الوصف. حلو الكلام، عشان تفهم الليله كلها. فافضل الافضل الافضل مع السيستم الجديد اللي هو الاسيريال، حرفيا ان انت تلغي حوار السكابتر من عندك كورير وتلبس سكابتر وشيلد. نحسبها بحسبه بسيطه، بحسبه بسيطه هيبقى السكيلات الايرون شيرد بتدي 4 اضعاف. قول مثلا الديفنس بتاعك يفضل زي ما هو، مش هيتغير عشان ده بيزود يا دوبك اتاك واتش بي، تمام؟ الديفنس بتاعك يفضل زي ما هو، يبقى 4 اضعاف ديفنس. قول مثلا هيبقى 200,000 ديفنس، 250 ده اللي هو بالسكيل، يعني هو بيديك 4 اضعاف بس ما بيظهرش عندك هنا الكلام، فاهمني؟ بس هو بيديك 4 اضعاف الديفنس. قول بقى ساعتها هيبقى حوالي 250,000 ديفنس. تخيل انت مع السكيل ده اصلا مش بتموت. انا شوف الفيديوهات هتلاقيها في الوصف، مش بتموت مع الاسيريال. تخيل انت اللي قدامك، انا اسف على اللفظ، هيتبضن منك ازاي حرفيا، اللي هو هيكره هتكرهه عيشته، يعني انت بتعمل معاه كده. انا بصراحه يا جماعه بالنسبه لي انا حرفيا السكابتر والشيل. طيب هتقول لي ليه؟ هقول لك يا سيدي انا بحسبه بسيطه. ايوه نعم، هيبقى اتاكك قول 61,000 مثلا، حاطط انا مع عشرات ولا مش عارف ايه 62 يا عم، تمام؟ وانت لابس السايز. تخيل انت بقى لو تلعب قدام واحد سكابتر وشيلد ومعاه سكيلت الايرون شيلد ومعاه الاسيريال، برضو بالنسبه عليها الاتاك بتاعك ده كله ولا اي حاجه بالنسبه له، هيبقى كله بلح. السكابتر والشيلد يا معلم لما تحط له معاه الاسيريال دي، ما نصح انت زي الدبابه كده حرفيا مش هتموت، تمام؟ مش هتموت. غير ان انت بقى معاك استيجما. الاستيجما لو انت لاحظتوا ان هي بتعمل نفس المعدل ان انت لابس السايز، تمام؟ حرفيا بيبقى نفس المعدل. ما والله ما بهزرش يا اخوانا، يعني انت مثلا قول مثلا لابس السكابتر، قول هينقص منك 6-7 آلاف مثلا في الاتاك، هيبقى اتاكك 52,000 53,000، تمام؟ تخيل بقى يا معلم لما تروح لاب عامل الاتاك ديه، وطبعا الشيء بتاعك تقريبا هينقص 3,000 ولا حاجه، هو هيفضل زي ما هو لان هو حاطط هنا بلوك. طبعا البلوك ده هيتشال، هتحط مكانه اتش بي، وطبعا هيستخدم الروم بتاع البلوك. فساعتها تخيل انت المنظر هيبقى منظره ازاي، بجد هيبقى منظره ازاي. انا صراحه افضل لك ان انت تستخدم سكابتر وشيلد مع سكيلت الايرون شيلد اللي هي سكيلت الاكس بي اللي بتيجي كل شويه، في كمان اصلا رونزات هنا بتجيبها بسرعه، هيخلص معاك الحوار، هينسف لك الحوار كله، تمام؟ مع سيستم الاسيريال تحط الصف كله اسيريال بالنسبه للورير، كله اسيريال، تمام؟ عشان يعمل لك نسبه الدوج ريت بنسبه عاليه كده. انت يا معلم مش هتموت نهائيا، حرفيا مش هتموت نهائيا، وهتعرف تلعب كويس، هتعرف تلعب وحوش، هتعرف تلعب ضد انمي، هتعرف تعمل كل حاجه، تمام؟ لكن المشكله ان السايز ده بيحجمك بصراحه، بيحجمك. يعني انت لو جبت مثلا، انا كنت بلعب سكابتر وشيلد، لو جبت اول مثلا نور ماس اول واحد مثلا اللي هو دراجون هول مثلا، مش هتعرف تلعب بيه كويس. انا كنت بالسكابتر وشيلد حرفيا كنت بنفخ اي حد. طيب انا حبيت اصحك يا جماعه، واللي انتوا حرين برضو في اي حاجه، بس انا بالنسبه لك وورير سكابتر وشيلد هو الاو بي بصراحه بالنسبه لي مع السيستم الجديد. لو كنت ما زلت بلعب اللعبه كنت هعمل كده حرفيا. هتلاقي الرابط يا جماعه الفيديوهات دي في الوصف عشان تقدر تفهم اكتر انا قصدي ايه. ما تنساش تتابعنا قناه التليجرام، هتلاقي برضو رابطها في الوصف. ما تنساش لايك الفيديو واشترك للقناه، وتدم لينا على مجموعه الجروبات وي نو كونكر على الفيسبوك. اتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.